صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بهذا المكان في هذا الصباح. بنرحب بكل واحد. اعملوا معروف، خلونا نوقف مع بعضنا ونبلش اجتماعنا بترنيمه: سوف ادخل ابوابك بالحمد والتسبيح. بكل فرح نقترب الى الرب بكل قوه ونشاط نعبد الهنا الصالح في هذا الصباح. سوف ادخل ابوابك بالحمد والتسبيح، لك أهتف يا سيد المسيح. أجدو هذا هو اليوم الذي قد صنعته، سأفرح بما أبدعته. أهتف لك يا من أحييتني، أرنم لك يا من أبهجتني. أخبر بك أزيع فضلك، وهكذا أسبح اسمك. مع بعض: سوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح، لك أهتف يا سيد المسيح. أجدو هذا هو اليوم الذي قد صنعته، سأفرح بما أبدعته. أهتف لك يا من أحييتني، أرنم لك يا من أبهجتني. أخبر بك أذيع فضلك، وهكذا أسبح اسمك، وهكذا أسبح اسمك. قوم رنم ليسوع ملك رب القوات، خلوا التسبيح مرفوع على الأرض وبالسماوات. قوم رنم ليسوع ملك رب القوات، خلوا التسبيح مرفوع على الأرض وبالسماوات. من مثلك يا يسوع بجمالك، اسمك رائع عالي جلالك. من مثلك يا يسوع بجمالك، اسمك رائع عالي جلالك. الغالي بيرخص كرمالك، انت يا نبع البركات. قوم ادرك المهم يسوع ملك رب القوات، خلوا التسبيح مرفوع على الأرض وبالسماوات. قوم نرنم ليسوع ملك رب القوات، خلوا التسبيح مرفوع على الأرض وبالسماوات. العالم فكره يكتفنا، جوع وعطش ويخوفنا. العالم فكره يكتفنا، جوع وعطش ويخوفنا. بعد جاهل ما بيعرفنا، عنا معين في الأزمات. قوم كلنا سوا يسوع ملك رب القوات، خلوا التسبيح مرفوع على الأرض وبالسماوات. قوم رنم ليسوع ملك رب القوات، خلوا التسبيح مرفوع على الأرض وبالسماوات. كل الخليقة بتهتف لك، قدس يا يسوع وبيلبق لك. كل الخليقة بتهتف لك، قدس يا يسوع وبيلبق لك. عجلت عشعبك مشتاق لك، تجي تملك على ربوات. قوم نرنم ليسوع ملك رب القوات، خلوا التسبيح مرفوع على الأرض وبالسماوات. قوم نرنم ليسوع ملك رب القوات، خلوا التسبيح مرفوع على الأرض وبالسماوات. فمي يحدث بحبك اليوم كله، بمجدك لساني الهجور. بحبك أفرح أفرح دوما بك. مع بعض: هللويا للرب الإله، هللويا فدانا بدماء، هللويا ما حصدنا صار بالرنان.
رزقنا سار برنا. كم يحلو لي أرفع اسمك أنت فديا، ما أعظم حبك أغني لشخصك، أفرح أفرح دوما بك. مع بعض هللويا هللويا للرب الإله، هللويا فدنا بدماء، هللويا ما حسقنا صار برنا. هللويا للرب الإله، هللويا فدنا بدماء، هللويا ما حسقنا صار برنا. هيا لنا له التسبيح هيا نعلي رأسنا المسيح نقدم له كل المدير، نفرح نفرح دوما به. هللويا هللويا للرب الإله، هللويا فدنا بدماء، هللويا ما حسقنا صار برنا. كلنا سوا هللويا للرب الإله، هللويا فدنا بدماء، هللويا ما حسقنا صار برنا. نحن واقفين، خلونا نغمض عيوننا في هذا الصباح، لأنه نعم يا رب أنت محيت الصك يلي كان لازم نحن ندفعه يا رب، محيت الدين يلي كان علينا من الخطايا من الشرور اللي عملناها بحياتنا. يمكن الدين الموجود علينا بهذا الدنيا ممكن ندفعه، لكن الدين اللي علينا بالسماء مين بده يدفعه عنا؟ الخطايا والشرور اللي عملناها من كذب من سرقة من زنا من شرور عملناها مين بده يدفعها؟ بالمصاري ما فينا، بقوتنا ما فينا، بالأعمال الصالحة ما فينا، شو ما نعمل ما فينا. لكن نشكر يسوع المسيح ودم يسوع المسيح. شكرا يا رب، كلنا سوا بهذا الصباح خلونا نشكر الرب، نقول نعم يا رب نشكرك في هذا الصباح، لأنه على الصليب اللي رفعت الصق اللي كان علينا من الفرائض وسمرته على الصليب. قل له شكرا بهذا الصباح يا رب لأنه وفيت ديوني، صرت أقف أمامك أيها الآب ما في علي ولا خطية بسبب يسوع المسيح مات عني ودفع الدين عني. شكرا يا رب في هذا الصباح، هذا هو إيماننا، هذا هو رجائنا. شكرا يا رب في هذا الصباح لأنه منقف أمامك ونحن مش مديونين لإلك، مديونين لإلك بمحبتنا، مديونين لإلك بتضحياتنا وعطائنا. لو كل حياتنا منتعب ومنشتغل يا رب بدنا نوفي هذا الدين يلي أنت عملته عنا على الصليب. شكرا لإلك في هذا الصباح، مديونين لإلك بالمحبة، مديونين لإلك يا رب بالشكر، مديونين لإلك بالامتنان. شكرا يا رب في هذا الصباح لأنه عطيتنا ثوب جديد أبيض طاهر بسبب موتك على الصليب الكفاري من أجلنا. شكرا يا رب، شكرا شكرا شكرا. مشان هيك صار فينا نرنم ترانيم تحكي عن التحرير وعن الخلاص. لك كل المجد، لك كل المجد، أنت تحطم القيود. مع بعض، أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود تلمسه يحال نار. أنت بالحب تسود، أنت تهدم الأسوار وتنجي من يعود، أنت قدوس وبار. والآن أنت بيننا وليس عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد.
تهدئ موج البحور وتمنح لنا السلام وتغفر دين الشرور وتستر كل الأثام. أنت للقلب سرور، أنت للنفس شفاء، والزمان إذ يدور أنت تضمن السماء. والآن أنت بيننا وليس عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتأتي فأعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. أنت مليكنا، كلنا سوا نقف ونصلي مع بعض. أنت مليكنا، نعم أنت مليكنا، أنت مليكنا، سد علينا الآن. صلي معي. ولتملأ المكان، سد علينا الآن، ولتملأ المكان بسكين من عجيب من روحك الحنان. الآن أنت مليكنا، كلنا سوا أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، بقوة روحك المس قلوبنا، بقوة روحك المس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا. الآن أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد. مش هيك رح نقول أنت مش للذكريات أو لمجد رح وفات. خلونا نرنمها من كل قلوبنا. أنت مش للذكريات أو لمجد رح وفات، أو لفرحة دون ثواني أو دقائق أو ساعات. حماسة للشباب أو كلام بدوب ودبل في مواجهة في الصعاب. مع بعض. أنت أقوى، أنت أعظم، وأنت حي، وأنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت مش بعيدنا أو لوحدك في سماء، أنت مجد في وسطنا، سر حماية للهلاء. أنت أنت أقوى، أنت أعظم، وأنت حي، وأنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت مش ناسي الوعود، هد موسم للحصاد وتعوض عن سنين اللي ضيعها الجراد. أنت
سوا. انت اقوى، انت اعظم، وانت حي، وانت تقدر. انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. هللويا. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماء. أنا مدي لك ربي بعمري اللي فديتني بسفك دماء. كما حاولت وكنت بحاول عشت الراحة ما كنتش قايل. عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني. مع بعض. لولا النعمة كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماء. أنا مدي لك ربي بعمري اللي فديتني بسفكي دماء. نعمة غنية اتجهت لي، فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني. في الحال قلبي تغير فيا. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماء. أنا مديون لك ربي بعمري اللي فديتني بسفكي دماء. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها حتى لقاك ماشية معايا كل عناية حتى ما تيجي تاخدني معاك. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماء. أنا مديون لك ربي بعمري اللي فديتني بسفكي دماء. هللويا. تعرفوا في كتير منا ناطرين أنه نروح لأماكن كتير حلوة بحياتنا. مين منا بحب يروح يسافر؟ كلنا بنحب نسافر ونروح أماكن كتير حلوة، لكن في محل ما نروح ليه كلنا رح نروح ليه؟ وين؟ السما. عشان هيك دايما نكون عنا اشتياق إنه دايما في مكان رح نروح ليه أجمل من الأماكن كلها اللي منشوفها بهذا العالم. عشان هيك رح نقول بشوق وحنين، بدنا كلنا سوا نوقف ونرنم من كل قلوبنا بشوق وحنين وبصبر سنين بكل يقين وإيمان. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان. السما شاصين ومنتظرين نشوفك بالعيان. مع بعض. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان. السما شاصين ومنتظرين نشوفك بالعيان. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعريسنا جاء يقودنا مستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعريسنا جاء يقودنا مستوطن الديار. يا غربة خلاص درت الأيام، نهارنا مش حيعود. بيت العلمات زلت الصعوبات، محلى اليوم الموعود. يا غربة خلاص درت الأيام، نهارنا مش حيعود. بيت العلمات زلت الصعوبات، محلى اليوم وتقارب النهار، وعريسنا جاء يقودنا مستوطن الديار. نصعد بهتاف بصوت البوق، مسحنا إلهينا. نتف على طول نشد ونقول مجدا لك يا فدينا. مع بعض. نصعد بهتاف بصوت البوق، مسحنا إلهينا. نتف على طول نشد ونقول مجدا لك يا فدينا.
صوت لطفك ده شعبك مستني. أمين تعال يا حبيبنا تعال أرواحنا بتنادي حقق وعدك بصوت لطفك ده شعبك مستني. وتناهل ليل وتناهل وتقارب النهار وعريسنا جاي يخون نستوطن الديار وتناهل وتناهل وتقارب النهار وعريسنا جاء يخوننا نستوطن الديار. كمان مرة جديدة منغمض عيوننا يا رب. نعم شكرا يا رب لأنه هيدا الشبق الأزرق اللي فوق منا يوما بده ينشأ وتنزل بالغيوم مع الغيوم أيها السيد. وبدها تشوفك كل عين، كل الناس يا رب سوف تراك يا ابن الله الحي أنك نازل من أعلى سماك حتى يا رب تملك على شعبك. شكرا يا رب لأنه المخلصين بدمك رح يكونوا معك. شكرا من أجل الفداء اللي عملته عنا على الصليب من 2000 سنة. شكرا من أجل رعايتك وعنايتك بكل واحد منا. شكرا من أجل أولادك في كل مكان بهذا العالم. نصلي بركة خاصة على كل كنائس العالم يا رب في هذا الصباح. نقدم لك المجد والإكرام من الآن والأبد. آمين. تفضلوا استريحوا. نقل لنا كلمة الحياة بهذا الصباح الأخ وليد زيلع، منرحب فيه. أهلا وسهلا، تفضل. صباح الخير. يمكن خينا غسان سألنا سؤال إنه شو هو أجمل مكان بدنا نروح عليه؟ وأجمل مكان بدنا نروح عليه طبعاً هي نكون مع الرب، نكون بالسماء، صحيح؟ وهذا هو كان جوابنا على سؤاله. ولكن كمان قديش حلو إنه عم نشعر بالسماء موجودة هون بوسط التسبيحات، بوسط العبادة، عم نشعر بحضور الرب بشكل كتير قوي. نشكر حضوره وبنقول له يا رب شكرا لاجل حضورك، شكرا لانه انت موجود بوسطنا، شكرا لانه بتملى كياننا وبتملى حياتنا وبتملى ارواحنا، شكرا يا رب لانه بنشعر فيك هالقد انت قريب معنا، معنا اليوم. وما بدنا بس يا رب نشعر بحضورك يوم الاحد، بل كل يوم بدنا نعيش هالحياه، كل يوم بدنا نعيش هالعباده الجميله تكون معنا كل ايام حياتنا وكل لحظه الى انه نلتقي فيك بالسماء. رسالتنا بهذا الصباح من رسالة الرسول بولس إلى أهل فيليبي، ونقرأ الإصحاح الأول من 1-11. بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع أساقفة وشماميسة، نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدماً الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقاً بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملاً صالحاً يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. آمين. إخوتي
رسالة الرسول بولس إلى أهل فيليبي، وفيليبي كنيسة تشابه كنيستنا إلى حد كتير كبير، وتشابه الكنائس اليوم بوسط العالم المضطرب. بولس من سجنه، من المكان يلي كان محبوس فيه، عم يكتب إلى هيدي الكنيسة يلي هو أسسها ويلي هو بدأ خدمته مع هالكنيسة. ومنتمنى لو كان في حدا من كنيسة فيليبي موجود معنا اليوم لحتى يخبرنا عن هالكنيسة. كنا أكيد رح نجتمع حوله، وفي عنا كتير أسئلة كنا بقى نسأله. شو كنتوا تعملوا؟ كيف كنتوا تعبدوا؟ كيف فهمتوا بعض الأمور؟ كيف بدأت كنيستكم؟ وكل هيدي الأسئلة. ويبدأ الرسول بولس بهالمقدمة وبيحكي تحياته وصلاته، وتمتاز هيدي الرسالة بالشكر كمان. فعم بيصلي ويشكر الله لأجل هيدي الكنيسة، عم يشكر الله لأجل خلاصهم. بيقول بيشكر الله لأجل إنه هيدي الكنيسة عم بتشارك بالإنجيل من أول يوم إلى الآن، عم يشكر الله لأجل إكمال العمل الصالح إلى يوم مجيء المسيح، عم يشكر الله لأجل رسالة الإنجيل يلي هن حاملين كل أيام حياتهم. هيدي هي الأمور يلي عم يشكر الله عليها. ولكن من هالرسالة هيدي بنقرأ كلمات الرسول بولس، بنسمع صوته ومنشوف وجهة نظره. صحيح هيدي الرسالة عم تتكلم عن شكر، عم تتكلم عن تحيات إلى أهل فيليبي، ولكن إذا بنقرأ بين السطور بيكون الرسول بولس عم بيخبرنا عن كنيسة فيليبي، بيكون الرسول بولس عم بيقلنا من إن هالمؤمنين يلي بكنيسة فيليبي، والأسئلة يلي عنا إياها لحتى هالشخص من فيليبي إذا إجا لعنا وجاوبنا فينا نجاوب على بعض هيدي الأسئلة من هيدا النص ومن نصوص آتية كمان. كنيسة فيليبي أخوتي هي كنيسة مرسلة بامتياز، كنيسة حاملة رسالة الإنجيل بالدرجة الأولى، وبتمتاز هيدي الكنيسة بثلاث خصائص يلي رح نشوفهم مع بعضنا البعض. أول خاصة، كنيسة فيليبي كنيسة مبشرة، والرسول بولس هو وعم يشكرهم وعم بيصلي لأجلهم وعم يشكر الله لأجلهم بفرح، بيقول لهم أنا فرحان لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. فإذا كنيسة مبشرة من أول يوم آمنوا، وكنيسة فيليبي حاملة رسالة الإنجيل وعم بتبشر بهيدي الرسالة، عم بتبشر بهالخبر السار، عم بتبشر برسالة خلاص، رسالة شفاء. ورسول بولس أدرك هذا الأمر بعد كذا سنة بسجنه، وصل له هذا الخبر. ولدت كنيسة فيليبي من بعض الأشخاص. أول ما راح رسول بولس برحلته التبشيرية إلى كنيسة فيليبي، تلقى على النهر بسيدة تقية، وكانت سيدة غنية تاجرة أرجوان اسمها ليديا، وبشرة ورب فتح قلبها وآمنت. ولما آمنت كان في عرافة أو ساحرة أو مشعوذة لحقتهم، وبالتالي الرسول بولس طرد هيدي الروح النجس منها. ولما طرد الروح النجس منها خصوا أعمالهم، التجار يلي كانوا يطلعوا مصاري من هالمشعوذة خصوا أعمالهم. فبدأ الاضطهاد على الرسول بولس وعلى سيلا ووضعوهم بالسجن، ودخلوا إلى السجن وبلشوا يسبحوا ويرنموا الرب، وبأعجوبة تفتحت أبواب السجن. وكان في وصية للسجان أنه ينتبه لهؤلاء، يعني يسجنهم ويخلي الباب مسكر عليهم ويحطهم بهوة عميقة داخل السجن. ولكن لما انفتحت أبواب السجن حاول هذا السجان أنه يقتل نفسه لأنه هو بيتحمل المسؤولية، فرسول بولس منعه وبشره وآمن هذا السجان. بشكل مختصر هيدي هي ولادة كنيسة فيليبي، من سجان آمن واعتمد هو وأهل بيته، من سيدة على النهر تقية عم تبحث عن الله تلاقت بالرسول بولس وبشره، وبدأت كنيسة فيليبي في هيدا المكان ومن هودي الأشخاص. والرسول بولس عم بينادي ويشكر الرب لأجل هالكنيسة يلي هي مبشرة بامتياز بالدرجة الأولى. كنيسة فيليبي مثل أي كنيسة في عندها رسالة معينة في هيدا العالم، رسالتها أنه تمشي على خطى الرب يسوع المسيح، رسالتها أنه تبشر بالملكوت يلي هو أبعد من الكنيسة، كنيستها المحلية وجغرافيتها، ورح نحكي أكثر عن هالموضوع. هيدي هي رسالتها، رسالتها أنه تحكي كلمة حق في عالم فيه ظلم، في عالم فيه اضطهاد، في عالم فيه فساد، في عالم فيه شر. هيدي هي رسالتنا. فهل تسألنا اليوم ليش رب يسوع بيتركنا على هيدي الأرض من بعد ما نآمن؟ يمكن خينا غسان قال إنه وين رايحين نحن؟ على مكان جميل، على مكان أفضل. نعم، ونحن كلنا منشتاق إنه نروح إلى هيدا المكان. رسول بولس بيقول إنه لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع الرب، فذاك أفضل جدا. إذا نحن لما نآمن الرب بيخدنا
فبالتالي منعيش مع الرب بفرح بسلام، ما بيكون في هالاضطهاد يلي عايشينه، ما بيكون في هالالام، ما بيكون في هالامراض، ما بيكون في هالاحزان. مندوق فرح السماء شوي على الارض بتسبيحاتنا وبعبادتنا للرب، ولكن الفرح الابدي هو موجود مع الرب. فليش الرب ما بياخذنا من بعد من امن؟ وبيقول احد الرعاه بهذا السياق، بيقول انه انا بشكر الله لاجل كنيستي، بشكر الله لاجل كنيستي لاجل البرامج الرائعه يلي عندي اياها، بشكر الله لاجل كنيستي لاجل خدمه الاحد الممتازه، بشكر الله لاجل كنيستي لاجل كل الخدمات، لاجل المبنى، لاجل القاعه، لاجل الصاله. ولكن هيدا الراعي بيقول انه هيدي الامور منا وسيله الله لبناء كنيسته. الوسيله الوحيده لبناء كنيسته يلي منشوفها بالعهد الجديد هو لما كانت الكنيسه تبشر وبتخبر عن كلمه الله، هيدي هي الوسيله لبناء كنيسته. وبيسال هيدا الراعي بهيدا الاطار، في امرين ما فينا نعملهم بالسماء، الخطيه والتبشير، صح؟ لانه التبشير يكون انتهى، نحن هون عم نبشر الناس يلي ما بيعرفوا الرب يسوع، الخطيه والتبشير. وبيسال برايكم لأي من هالأمرين تركنا الرب على هيدي الأرض لحتى نعمله؟ أكيد ما تركنا الرب لحتى نرجع للخطية ونرجع للوحل يلي كنا عايشين فيه. رب تركنا على هيدي الأرض وما أخذنا لعنده بعد من آمن لحتى نبشر بملكوت الله. رب تركنا على هيدي الأرض لحتى نحمل هالخبر السار، هالبشارة، وننقلها للآخرين. مثل ما رب افتقدنا، نحن كمان بدنا نسعى، نحن أداة الله على هيدي الأرض لحتى نحمل كلمته ورسالته. رب يسوع المسيح لما اجى على الارض تكلم بالملكوت، بشر بالملكوت، وعاش هيدي الحياه على الارض. بنشوف بالموعظه على الجبل يلي هي من اجمل المواعظ واللي هي بتخط اطار الحياه المسيحيه القويمه، بخبرنا رب يسوع المسيح انه البشاره هي كلام وحياه. البشاره هي انه انا بدي اتكلم باللي عمله الله معي، بدي اخبر قصتي، رب شفاني، بدي احكي عن قصتي، بدي اخبر حكايتي، وبدي اسلك وبدي اعيش بهذا الاطار. البشاره هي كلام وحياه. فهل نحن عم نخبر قصتنا؟ رب شفانا، لمس قلبنا، خلصنا من الخطيه. كمان خلينا غسان ذكر انه كنا بفساد هذا العالم، وكنا بالخطيه، وكنا بالوحل، وكنا عايشين بالزنا وبالادمان وبكل هيدي الامور اللي عايشينها، ورب شالنا من هيدي الأمور وفدانا بدمه. فهل عم نخبر قصتنا؟ في عنا قصة، في عنا حكاية نخبرها للناس. يمكن كلنا سمعنا حكايات عن أشخاص كانوا مرضى وانشفوا، صح؟ خاصة إذا مرض مستعصي. اليوم نشوف شخص يمكن مريض بالكانسر وشفي بعد علاج وبعد كل هيدي الأمور، وبتشوفوا قصته انتشرت حول العالم بشكل سريع جدا، صحيح؟ نقرا هيدا على الميديا، بنشوفه على الفيسبوك وكل هيدي الاماكن، انه هيدا الشخص عم بخبر قصته انه هو انشفى من مرض مستعصي وكان قريب من الموت. وبالتالي كمان بيكون عم بخبر ويشكر مين الاطباء ومين المستشفى يلي ساعدوه بهيدا الشفاء. فهل نحن عم نخبر قصتنا انه نحن انشفينا من مرض الخطيه يلي هو مرض اصعب جدا من اي مرض جسدي؟ انه نحن انشفينا من إدماننا، انشفينا من المكان اللي كنا عايشين فيه، إنه رب لمس قلبنا. مش مطلوب منا أكثر من إنه نخبر شو عمل معنا رب بحياتنا. هيك بعلمنا الرب يسوع المسيح، لحتى نضوي في عالم كله ظلمة، في عالم فاسد، في عالم فيه شر. والناس بيقول الكتاب كمان إنه أحبت الظلمة أكثر من النور لأنه بتستر أعمالهم. رب يسوع بده إيانا نخبر قصتنا. المجنون يلي كان ساكنه أرواح شريرة شفاه رب يسوع، ومن بعد ما شفاه بيقول الكتاب إنه جلس عاقلا. فأجى لعند الرب قال له يا رب شو بدي أعمل أنا هلأ؟ شو بيقول له رب؟ بيقول له روح وخبر قصتك، خبر شو صار معك، خبر رب شو عمل معك. إخوتي تخيلوا لو الرسل أمسكوا بالرب يسوع وخلوه لقلهم بس وما خبروا حدا عنه، شو كان ممكن يصير؟ ما خبروا حدا عنه. كان في يسوع المسيح وكان في رسل حوله. لو الرسل ما خبروا، ما نقلوا هالبشارة من اليهودية للسامرة إلى أقصى الأرض، شو كان صار؟ بالعكس، الرسل وضعوا حياتهم وماتوا من أجل أنه ينقلوا هيدي الرسالة. بالوقت يلي الكنيسة كانت بلشت عم تنمى،
فكروا الأعداء، فكروا الرومان أنه بيقتلوا رسول بولس وبيقتلوا رسول بطرس، وبالتالي بترجع بتنطفي هذه الشمعة. وفعلا قتلون بطرس، صلبوه، وبولس قطع رأسه بحسب التقليد. ولكن شو صار؟ نهضت الكنيسة أكثر وأكثر وأكثر، واستمرت بهذا العالم بسبب الكلمة، بسبب البشارة، وبسبب أنه الكنيسة عم تحمل رسالة الخلاص تماما مثل ما كنيسة فيليبي يلي أشاد الرسول بولس ببشارتها في وسط العالم. فإذا أول ميزة تمتاز فيها كنيسة فيليبي أنه هي كنيسة مبشرة بامتياز، ومنعرف هذا الشيء من رسالة الرسول بولس ومن كلامه لما بعث لهم هذه الرسالة، أنه هن عم بيشاركوا بالإنجيل من أول لحظة آمنوا فيها إلى اللحظة اللي هو كان عم بخط فيها رسالته. النقطة الثانية المهمة عن هيدي الكنيسة أنه هن كانوا شركاء العمل الإرسالي مع رسول بولس. كنيسة فيليبي أدركت أنه بشارتها مش بس بالشارع اللي هي فيه، ولا بس بالحي اللي هي فيه، ولا بالمدينة، ولا بالبلد، بل بشارتها أبعد من هيك بكتير. ليش؟ لأنه آمنت وأدركت أنه ملكوت الله أبعد من أي كنيسة محلية ومن أي منطقة جغرافية محلية. أدركوا أنه هن جزء من الملكوت، أدركوا أنه هن جماعة مؤمنين، جزء من جماعة المؤمنين الأكبر حول العالم وفي أي مكان. كيف بيظهر هيدا الشيء؟ بيظهر هيدا الشيء أو كيف ترجمت فيليبي هالإيمان هيدا وهالإدراك هيدا إلى واقع العمل؟ ترجمته لما بلشت كنيسة فيليبي تفرز أشخاص يروحوا يخدموا رسول بولس. رسول بولس ما كان عايش بفيليبي، كان عنده رحلات تبشيرية بأنحاء العالم وكل هذا الجزء من العالم مثل ما بتعرفوا، وكانوا يسافروا بالزمانات أميال بالمشي وبالبر وبالبحر وكل هذه الأمور. ولكن كنيسة فيليبي أدركت خدمته لأشخاص آخرين هني ما بيعرفون. ما قال كنيسة فيليبي أنه أنا بدي أجيب لعندي لكنيستي، أنا بدي بشر هون بمنطقتي بجغرافيتي بحيي بمدينتي. لا، رسول بولس عم بيروح ويبشر أمم آخرين وعم يزرع كنائس وعم يبني كنائس، أنا بدي أخدم الرسول بولس بخدمته. فشو عاملوا بهذا الأمر؟ بأعمال 20:6 نعرف أنه بيقولوا: أما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووفيناهم في 5 أيام إلى ترواس حيث صرفنا 7 أيام. سافروا من فيليبي جماعة من المؤمنين وصرفوا بعض الوقت عم يدعموا الرسول بولس، عم يدعموه بخدمته، عم يدعموه بالصلاة، عم بيشوفوا احتياجاته، عم بيكونوا معه بهالعمل الإرسالي خارج نطاق مدينتهم. دعموا للرسول بولس ما توقف هون، بل راح أبعد من هيك أيضا. أرسلوا لإله، فرزوا شخص معين لإله حتى كان معه بوقت سجنه. فرزوا شخص بعلمنا الكتاب أنه اسمه أبافروديتوس، وهيدا أبافروديتوس كان دايما مع الرب لحتى شو يسد احتياج، كان دايما مع الرسول بولس عفوا لحتى يسد احتياج الرسول بولس ويدعمه بخدمته. فهن آمنوا أنه خدمة الرسول بولس يلي هي ما لها علاقة بمنطقتهم هي خدمتهم كمان، وبالتالي صاروا شركاء بهالعمل الإرسالي. كمان لحتى أعطيكم فكرة عن أبافروديتوس، بيقول الكتاب وبالتالي الكلام عن لسان الرسول بولس لما رجع لهم الرسالة: واثق بالرب أني أنا أيضا سآتي إليكم سريعا، لكن حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبافروديتوس. أبافروديتوس معي وهلأ بدي رجع لكم إياه، أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي. قدين نحن منقول رسول بولس هو رسول الأمم ورسول عظيم؟ رسول بولس عم بيقول أبافروديتوس يلي خدمني هو مثله، هو أخي وعامل معي ومتجند معي في خدمة الرب والخادم لحاجتي، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا، فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه فقط بل إياي أيضا، لئلا يكون لي حزن على حزن، فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه بالرب بفرح وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. هذا هو أبافروديتوس. رسول بولس عم بيقول هذا اللي فرستوه لخدمتي، هذا اللي حطيتوه معي، انا عم برجع لكم اياه وعم بقول لكم شكرا لانه أبافروديتوس مريض. فمن هون بنعرف انه كنيسه فيليبي كنيسه مهتمه بالعمل الارسالي خارج منطقتها، خارج مكانها.
فاهتمت بخدمة الرسول بولس. يمكن كنيسة فيليبي ما عندها أشخاص مدعوين لخدمة الأمم، ما عندها أشخاص مدعوين إنه يروحوا ويخبروا ويبشروا ويزرعوا كنائس ويسافروا. يمكن الله ما أقام دعوة مع أحد الأشخاص. إذا الله ما أقام دعوة مع أحد الأشخاص يعني هني ما بيعملوا هذا الأمر أبدا. إذا الله ما أقام دعوة، إذا ما حدا عنده هالموهبة، إذا ما حدا عنده هذا الأمر إنه يروح ويسافر ويبشر بهداك الوقت، قالوا لا، إذا نحن ما عندنا حدا نحن بدنا نخدم الرسول يلي هو عم يخدم هالأشخاص وعم يزرع كنائس لحتى نكون نحن شركاء معه. وبالتالي الرسول بولس بيقول هن شركاء معي في الخدمة. العمل الإرسالي لما نفكر فيه والمأمورية لما نفكر فيها، أول ما نفكر فيها نفكر وين؟ نفكر بمتى. بمتى بخبرنا عن المأمورية العظمى، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. ولكن إخوتي المأمورية العظمى والإرسالية بدأت قبل هيك بكتير، بدأت من العهد القديم، من لحظة اختيار الله لإبراهيم. شو قال له؟ قال له أنه نسلك يا إبراهيم بده يكونوا بركة لكل الأمم. هالنسل اللي بده يجي منك بده يكونوا بركة لكل الأمم، مش لأنه هن أفضل من غيرهم، بل لأنه هن رح يكونوا أداة لحتى أنا أوصل لكل إنسان، لحتى أوصل لكل أمي، لحتى كل الشعوب تعرفني أنا الإله الحقيقي الحي ويؤمنوا فيي ويصير في عندهم خلاص. هذا هو هدف الله. مثلنا نحن اليوم كنيسته، نحن أداة بيد الله، مشان هيك ما أخذنا لعنده، نحن أداة بيد الله لنحقق مأمورية العظمى. وبالتالي لما هيدا الشعب بالعهد القديم أعطاه الله الشريعة، أعطاهم دور وأعطاهم هوية. بتعرفوا شو قال لهم بخروج؟ قال لهم بديكم تكونوا أنتوا أمة مقدسة ومملكة كهنة. أمة مقدسة يعني أنه أنتوا أمة مفروزة من أجل عمل ما أنا بدي إياكم تعملوه، بدي أرسلكم بعمل تعملوه. ومملكة كهنة تعني تماماً هذا الدور الإرسالي. الكاهن كان يوقف بين الناس والله، وكان يوقف بين الله والشعب. والشخص اللي بده يجي يقدم ذبيحة كان يروح لعند الكاهن لحتى يقدم ذبيحة إلى الله. والشخص اللي بده يشكر الله على عمل ما كان يروح يقدم ذبيحة شكر أو تقدمة شكر، والكاهن كان يتقبلها وهو يقدمها إلى الله. فهلأ عم بيقولون أنه هالدور الوسطي يلي الكاهن بيلعبوا بيني وبينكم كشعب، بدي يكون أنتو كأمي، بدي يكون أنتو كشعب تلعبوا هالدور بيني وبين الشعوب الثانية، لأنه هيدا هو هدفي. هدف الله الخلاص لجميع الأمم، والوسيلة نحن وسيلته تماما. أخوتي الملكوت الله، ملكوت الله بيبدأ من كنيستنا المحلية، بل بالأحرى بيبدأ من قلبنا، من بيتنا، من حياتنا، من كنيستنا، من منطقتنا. ولكن يمتد أبعد من هيك بكتير وأوسع وأشمل من أي مكان جغرافي أو أي مكان محلي. ملكوت الله أبعد كثيراً جداً، وكنيسة فيليبي أدركت هذا الأمر أنه ملكوت الله أوسع وأشمل، وفرزت أبافروديتوس وساهمت في عمل الرسول بولس الإرسالي. يمكن نحن مثلاً بكنيستنا، إذا بدي أعطيكم بعض الأمثلة، في أشخاص بيقولوا أنه نحن بدنا نخدم بالشرق الأوسط، نحن في عنا قلب، في عنا دعوة أنه نخدم بالشرق الأوسط، بس ما بنعرف مجتمعكم، ما بنعرف الناس كيف بتفكر، ما بنعرف اللغة، شو بدنا نعمل لحتى نخدمكم. وكلكم بتعرفوا يمكن في أشخاص إجوا مثلاً قعدوا بضعة أشهر قالوا أنه نحن بنعرف نعمر وندهن، ودهنوا قاعة الكنيسة. الشخص اللي عم يجي عم يدعمنا بإرساليتنا وعم بيساعدنا لحتى نحن نخدم آخرين هو شريك معنا بالعمل الإرسالي. أشخاص آخرين شو قالوا؟ قالوا في عنا بعض الشبيبة يلي بدنا اياهم يتدربوا على الخدمة وبدنا اياهم يساعدوكم بخدمتكم، شو بدنا نعمل؟ اجوا وساعدوا بمدرسة الأحد وكانوا بيناتنا من فترة. فهدول عم بيقولوا انه نحن بدنا نكون شركاء معكم بهالعمل الإرسالي يلي انتم عم تعملوه بمنطقتكم، وبالتالي هن عم بيكونوا هالشريك هيدا بعملنا. فأي عمل نحن عم نعمله وهن عم بيساندونا فيه، هن شركاء معنا بهذا العمل وبهيدي المأمورية وبهيدي الإرسالية انه نوصل إلى العالم يلي من حولنا. جميعنا مرسلين ببيوتنا، بأشغالنا، بمحيطنا، وأبعد من هيك جميعنا عندنا هالإرسالية إنه نسعى إلى امتداد ملكوت الله في كل مكان وفي كل الأرض. اليوم يمكن أنتم بتعرفوا كمان إنه في عدد كتير كبير من اللجوء في أوروبا، وفي ناس عم بيناشدوا أنه بدنا أشخاص يحكوا عربي، بدنا ناس يوعظوا هالأشخاص، بدنا ناس يعلمون، بدنا ناس يكونوا معهم، بدنا ناس يترجموا.
صحيح، وبكلية اللاهوت صرنا بالصيفية عم نبعث واحد أو اثنين من الطلاب لحتى يروحوا يخدموا شهر في مكان ما، بتعينوا الخدمة يلي مستلمة هذا الأمر لحتى يخدموا بين هالأشخاص، لحتى يحكوا معهم عربي، لحتى يترجموا لهم، لحتى يساعدوهم في هالمكان هيدا وبوسط الخدمة. فبالتالي عم نكون شركاء معهم بهالعمل الإرسالي، مش عم ناخذ محلهم نحن، عم ندعمهم نحن، عم نوقف معهم، عم نخدمهم، وعم نكون شركاء معهم بهالعمل الإرسالي. فإذا كنيسة فيليبي كان في عندها الفكر الإرسالي، وأرسلت أبافروديتوس وأرسلت مجموعة لحتى يخدموا الرسول بولس بخدمته. فكنيسة فيليبي أولا هي مبشرة بامتياز، هي أول نقطة. ثاني نقطة، هي بتفكر أبعد من مدينتها، أبعد من الحي اللي هي عايشة فيه. النقطة الثالثة يلي امتازت فيها كنيسة فيليبي، إنه هي كانت كنيسة معطاءة، كنيسة مرسلة بالعطاء. فإذا كانت كنيسة مبشرة بالكلام، كانت كنيسة عندها إرسالية أبعد من محيطها الجغرافي، وكانت كنيسة عرفت بعطائها للرسول بولس ولآخرين أيضا. فمش بس كنيسة فيليبي شافت نفسها أنه هي جزء من إرسالية الأمم، بل شعرت بواجب العطاء. فكنيسة فيليبي أعطت من مالها، وعرفت كنيسة فيليبي فيما بعد بعطائها المادي للرسول بولس. بخبرنا الرسول بولس عنها الكنيسة، بيقول: أنتم أيضا تعلمون أيها الفيليبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مقدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم، فأنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم، ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم، نسيمة رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. مش بس نعرف من هالمقطع أنه كنيسة فيليبي أعطت الرسول بولس وسدد احتياجه، نعرف كمان أنه أعطت الفقراء في أورشليم، فكانت كنيسة معطاءة. باثنين كورنثوس بيقول أنه كنائس مقدونية أرسلوا إلى الفقراء في أورشليم، وكنائس مقدونية هي إشارة إلى كنيسة فيليبي وكنيسة تسالونيكي وبيرية. فلما كان الرسول بولس إذن بالسجن، أعطوا من أموالهم ليسدوا احتياجات الرسول بولس. وبالعطاء منتعلم أنه هو جزء من إرساليتنا، العطاء منتعلم أنه هو جزء من عبادتنا. العهد الجديد بعلمنا أنه العطاء الكلي هو جزء من عبادتنا. نحن يمكن عم نحكي بسياق العطاء المادي لأنه كنيسة فيليبي أعطت ماديا، ولكن العطاء الكلي، العطاء الأشمل، هو عبادة في العهد الجديد. رب يسوع المسيح لما أعطى، أعطى غفران للخاطئ، الحزين وساه، والمتألم شفاه، والوحيد عزاه، والخاطئ قعد معه وغفر له خطاياه. رب يسوع المسيح أعطى من ذاته وكيانه وكل شيء لألنا وللناس. بالعكس كمان بيعلمنا العهد الجديد أنه الشخص يلي بياخد الأمور وبخليها لإله محور ذاته، بيكون ما عم يعمل إرادة الله. وكلنا بنعرف قصة الغني الغبي يلي قال بنى أهرام وامتلأت أهرامه، وقال بنفسه: كلي يا نفسي وتلذذي لك خيرات لسنين طويلة. فكر بذاته فقط، اعتقد أنه هو محور كل الأمور. فأجى صوت قال له: الليلة تكون معي، أو الليلة تطلب نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون. كمان شاب آخر، الشاب الغني يلي أجى لعند الرب قال له: يا رب أنا شو بدي أعمل لحتى أتبعك كون معك؟ قال له رب: روح بيع كل شيء واعطي الفقراء وتعالى واتبعني. بيقول كتاب انه هذا الشخص مضى حزينا، ورب يسوع بيقول انه اسهل من انه الجمل يدخل بثقب ابره من انه الشخص الغني المتمسك بما له، يلي ما بيعطي، يلي ما بيعرف، ما عنده ثقافه العطاء، انه يفوت الى ملكوت السماوات. المسيحيه اخوتي منا ذاتيه المحور، يعني منا متمحوره على الذات، على ذاتي انا. نحن وبخطيتنا وبفسادنا ونحن وما منستحق، الله أعطى ذاته لأجلنا. أوكي؟ فالمسيحية إذن
متمحورة حول الشخص الآخر وليس حول الذات. المسيحية هي عطاء. إذا كنا نحن وبعضنا خطاط وما منستاهل والرب مات لأجلنا، فقديش نحن لازم نعطي الأشخاص الآخرين؟ كيف نحن لازم نعطي الأشخاص الآخرين؟ كيف لازم يكون فكرنا فكر العطاء؟ الحياة المسيحية منت علاقة عمودية، يعني يا رب أنت خلصتني، دخلت على قلبي، أعطيتني حياة أبدية، شكرا لك، أنا فرحان بهالعطية، سكرت الباب وسكرت على حالي وقعدت وناطر حياتي لتنتهي وكون مع الرب بالسماء وافرح وبحضوره وكل هيدي الامور. ابدا، هيدي نصف الحياه المسيحيه. الحياه المسيحيه هي علاقه عموديه مع الله اولا، نعم، وهي علاقه افقيه مع الانسان والشخص الاخر ثانيا. وهذا بيجاوب على السؤال اللي سالناه بالاول، ليش الله عم يتسكنا على هيدي الارض؟ لو كانت علاقتنا علاقه عموديه فقط وتهتم بالفرد فقط والله بده يخلصني بس واهتمامه انا بس، كان من بعد ما ايمنت كان اخذني لعنده وارتحت من عذاب وشقاء هذه الارض. ولكن في الي دور، في الي مهمه، في الي ارساليه، في عندي عمل بدي اعمله على هذه الارض، في عندي الشخص الاخر. رب منه موجود ولكن انتم موجودين. رب منه موجود جسديا على هذه الارض ولكن نحن موجودين سفرا عنه، نيابه عنه، نحمل هالكلمه، هالخبر السار، هالعلاج لمرض الخطيه، ونخبر العالم، مش بس العالم يلي معنا بل أبعد من هيك أيضا، ونعطي وتكون عنا ثقافة العطاء يلي هي عبادة حقيقية في العهد الجديد، مش ثقافة الأخذ بل ثقافة العطاء. أحيانا لما نقول بدنا نعطي، مين بنعطي برأيكم؟ يلي مثلنا، يلي بيشبهنا، صح؟ يلي من جنسيتنا يمكن، يلي من ديننا يمكن، يلي من عقيدتنا، يلي من لوننا، يلي مثلنا بنعطي، صح؟ يلي ما بيختلف معنا بالفكر، هذا الشخص اللي بنعطيه. بس مش هيك علمنا الرب. رب لما أعطى، أعطى بدون ما يتطلع ولا على لون ولا على جنسية ولا على استحقاق، أصلاً ما حدا بيستحق ولا على أي من هيدي الأمور، بل الرب يسوع أعطى حياته ومات لأجلنا ونحن بعدنا ما منستحق، وبالتالي نحن اللي بدنا نعطي. ما بدي افكر انا هل هالشخص بيستحق اعطيه ولا لا. اعطيه، مش عم بحكي بالضروره بالامور الماديه، اعطيه من وقتي، اعطيه من خدمتي، اعطيه من حياتي، هل بيستحق هذا الشخص اعطيه ولا لا؟ فرب يسوع المسيح نتعلم منه انه العطاء للجميع بدون اي قيد ولا شرط ابدا، لانه هو حبنا واعطانا بدون اي قيد ولا شرط، مات لاجلنا ونحن بعدنا عايشين بخطيتنا وما منستحق هالعطية. رب يسوع المسيح هو وعايش على هيدي الأرض. مين أعطى؟ تكلم إلى المرأة السامرية عند البئر. كان في عداوة بين اليهود وأهل السامرة، ولكن الرب يسوع المسيح تكلم إليها، بشرها وقال لها روحي وما تغلطي بقى، ما تعملي خطية، ما تعيشي في الخطية. وهيدي المرأة راحت وخبرت قصتها، قالت لهم هيدا شخص نبي خبرني كل ما فعلت، وآمنت فيه هي وكل مدينتها. خبرت قصتها لأنه الرب ما قال إنه هيدي من أعدائي ما بدي أتكلم لها أبدا. رب خبرها وبشرها وقصد إنه يعمل هذا الأمر. ما تعتقدوا إنه هذا الأمر صار صدفة إنه تلاقى فيها بالصدفة، الله قصد إنه يعمل هذا الأمر مع هيدي المرأة. إخوتي، ثلاث أمور نتذكرهم بإرسالية كنيسة فيليبي، إنه كانت كنيسة مبشرة بالكلام وبالحياة بالسلوك، لأنه سلوكي هو ختم كلامي. الناس بيسمعوا كلامي ولكن بدو يشوفوه مترجم بأعمالي. بدي أحكي وخبر عن عمل الله بحياتي، بدي أحكي وخبر عن قصتي، وبدي حياتي اليومية، أمانتي، حياتي المسيحية تعكس هيدا الشيء، ترجم هالكلام هيدا. أدركوا أنه هن مش بس المؤمنين الوحيدين بفيليبي، أدركوا أنه جماعة المؤمنين هن ناس موجودين أبعد من بلدهم وأبعد من محيطهم الجغرافي، وأرادوا أنه يخدموا هيدول الجماعة بخدمتهم للرسول بولس. أدركوا أنه العطاء جزء من عبادتهم، وعرفوا وأدركوا يقيناً أنه الرب أعطى كل شيء لأشخاص ما بيستحقوا لجنس البشري، وبالتالي أعطوا مما عندهم. رسول بولس قال ولا كنيسة أعطتني إلا أنتو،
وبالتالي هن ما مشوا مع التيار، ما قالوا انه الكنائس الثانيه ما اعطت نحن كمان ما بدنا نعطي، ما مشوا مع الاكثريه بل مشوا بعكس التيار وقالوا انه نحن بدنا نعطي، واعطوا من مالهم الى الرسول بولس ودعموه بخدمته لحتى يستمر بهيدي الخدمه وبهيدي الارساليه. اليوم بدي شجعك انك تخبر قصتك، اذا ما بعرف شو بدي اقول خبر قصتك، كيف الرب شفاك من مرض الخطيه بكل بساطه، هذا هو المطلوب مش اكثر من هيك. بدي خبر قصتي، بدي خبر حكايتي، كيف شفاني ربنا من مرض الخطيه. سهل علي خبر اذا شفيت من مرض جسدي، ليه ما بخبر اذا شفيت من الخطيه، من الفساد، من الادمان، من حياتي السابقه يلي كنت انا عايش فيها، والناس بده يشوفوا ختم هالقصه هيدي بسلوكي اليومي. بدي شجعك انك تفكر ابعد من مستوى الفردي والمحلي، بدي شجعك انه تفكر انه نحن جزء من جماعه اكبر، وملكوت الله اكبر من كنيسه محليه. ملكوت الله، ملكوت الله موجود بكل العالم، وكل الكنائس وكل المؤمنين مع بعضهم لابد انه يشتغلوا مع بعضهم ويخدموا بعضهم البعض لحتى يمتد ويكبر ملكوت الله. بدي شجعك انه تعطي، لانه العطاء هو جوهر الحياه المسيحيه. المسيحيه اذا مثل ما قلنا منا ذاتيه المحور، ما بتتمحور حولي انا كل شيء لالي ابدا. الحياه المسيحيه هي عطاء، هي علاقه عموديه مع الله وعلاقه افقيه مع الاخر، والا ما بتكتمل. فلابد انه يكون العطاء هو محور حياتنا، الشخص الاخر هو محور حياتنا، الانسان الاخر هو محور حياتنا، ايا كان هذا الانسان، بتفق معه ما بتفق معه، مثلي مش مثلي، من جنسيتي مش من جنسيتي، من ديني مش من ديني، ايا كان هذا الانسان، الشخص الاخر الله بحبه ومهتم فيه وبده اياه وبده انه يخلصه، وبالتالي نحن لازم نكون هيدي الاداه من اجل انه نبشر هالخبر السار، نخبر هالخبر السار، ونكون اداه شفاء لاجل الانسان الاخر. اذا عم تعطي من مالك، من وقتك، من حياتك، وما حدا شايف، ما تقول ما حدا شايف. اذا عم بتحط بخدمتك وتفكر انه ما حدا شايف، رب شايف. تتخيلوا معي انه كنيسه فيليبي يلي اعطت الرسول بولس من 2000 سنه، نحن اليوم عم نتكلم عن عطائها. تتخيلوا معي انه كنيسه فيليبي من 2000 سنه يلي كرست ابافروديتوس واشخاص اخرين لخدمه الرسول بولس، نحن عم نتكلم عن ارساليتها. تتخيلوا انه كنيسه فيليبي يلي كانت عم بتبشر وعرفت ببشارتها، نحن اليوم عم ناخذها مثال لبشارتنا بعد 2000 سنه عم نحكي عنها. الله بيعرف القلوب وبيعرفك وبيعرف شو عم تعمل وبيعرف شو عم تعطي، فخلينا نضل عم نعطي بهيدي الروح وبهيدي وهيدا الفكر، مثل ما قلنا الشخص الاخر هو محور اهتمام الحياه المسيحيه، وعلاقتنا هي ليست فقط عموديه بل افقيه مع خي الانسان، لانه مخلوق على صوره الله ومثاله. خلونا نصلي بالنهايه. إلهنا الحي المبارك، شكرا يا رب لأجل ما كتب في كتابك، لأنه كتب من أجل تعليمنا. شكرا يا رب لأنه نتعلم من كنيسة فيليبي، نتعلم أنه هي كانت كنيسة مبشرة. أعطينا يا رب أنه نخبر قصتنا وتكون قصتنا مدعومة بحياتنا اليومية، تكون حياتنا اليومية ترجمة للكلام يلي عم نحكيه. أعطينا يا رب أيضا مثل ما تعلمنا من كنيسة فيليبي أنه نفكر أبعد من الحي اللي نحن فيه، نفكر أبعد من كنيستنا المحلية والمنطقة الجغرافية اللي نحن فيه، لأنه ملكوتك ملكوت أبعد من هيدا الأمر. ملكوتك بده يشمل كل الناس، بده يشمل كل الكون. فعطينا نكون يا رب جزء من هالإرسالية العظمى، هالمأمورية العظمى. وعطينا يا رب نتعلم ثقافة العطاء، لأنه العطاء هو محور الحياة المسيحية. الشخص الآخر، الإنسان الآخر هو محور الحياة المسيحية. حياتي أنا كفرد ذاتي مش هيدي هي الحياة المسيحية. الحياة المسيحية هي خيي وأختي مين ما كان ومن وين ما كان. نشكرك يا رب لأنه أنت المثال الأول بهيدي الإرسالية. أنت تكلمت يا رب يسوع، تجسدت إلى عالمنا وأعطيتنا كل شيء حتى ذاتك، متت كمالنا ونحن بعد ما منستحق هالخلاص
بيقول كتاب يمكن شخص يجسر أن يموت أحد من أجل شخص صالح، ولكن مين بده يموت من أجل الخاطئ والشرير؟ أنت يا رب متت كرمالنا، متت عنا لحتى تعطينا حياة أبدية. بارك يا رب شعبك، بارك حياتنا، وعطينا يا رب أنه هيدا الفكر نترجمه بحياتنا اليومية، ونكون حقيقة يا رب منارة نور للعالم أجمع. بهذا الإطار كمان يا رب نوضع رعينا بين إيديك، نقول لك أنك تكون معه بعمله الإرسالة بهالوقت هيدا، راحوا لحتى يخدم ويساعد ويكون جزء من إرسالية أكبر، جزء من خدمة الملكوت، مثل ما أشخاص عم يجوا لحتى يخدمونا بإرساليتنا وبخدمتنا، كمان هو عم بيكون جزء من هالملكوت بإرساليته وبخدمته. أرجوك أنت تكون معه وتباركه وتأيده وتعضه بالروح القدس. بارك يا رب حياتنا كجماعة وككنيسة، وعطينا يا رب دائما أن نمجد اسمك وتكون أنت الأول والأخير بحياتنا. آمين. اللي بتشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي بالسماء في لله مشيئة. اللي بتشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي بالسماء في لله مشيئة. بالإيمان صلبنا يغير التاريخ، تعال يا رب نطلبك، نصرخ كل دقيقة شوق السماء انزل إلينا في أرضنا من حوالينا. قل كلمتك شعبنا يعرفك. شو رايكم واقفين كلنا سوا؟ شوق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا. قل كلمتك شعبنا يعرفك، وقوتك تيجي وتشفينا. نطلب يلي بقلبك بلدنا تتم مشيئتك، اللي مت عشانهم اسكب بقلوبنا حبك. نطلب اللي في قلبك بلدنا تتم مشيئتك، اللي مت عشانهم اسكب بقلوبنا حبك. كلنا احشاك وبيدك الممدودة تصنعت وعجائب، والكل يعرف اسمك شوق السماء. كلنا سوا نصلي. انزل إلينا في أرضنا من حوالينا. قل كلمتك شعبنا يعرفك شوق السماء، أرضنا من حوالينا. قل كلمتك شعبنا يعرفك، وقوتك تيجي وتشفينا. شو رأيكم نعيد هذه الترنيمة من كل قلوبنا؟ أمين؟ خلونا نقف كلنا سوا ونصليها ونعني كل كلمة نحن عم نرنمها، لأنه بلادنا وشعوبنا بحاجة، بحاجة للخلاص، بحاجة لنعمة الرب. أمين؟ يلا. اللي بتشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي بالسماء في لله مشيئة. اللي بتشوف عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي بالسماء في لله مشيئة. بالإيمان صلبنا يغير التاريخ، تعال يا رب نطلبك مع بعض، ونصرخ كل دقيقة شوق السماء وانزل إلينا يا رب في أرضنا من حوالينا. قل كل
القلب شق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا قل كلمتك شعبنا يعرفك وبقوتك تيجي وتشفينا نطلب يلي في قلبك بلدنا تتم مشيئتك اللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك نطلب يلي في قلبك ببلدنا تتم مشيئتك اللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك كلنا عشاك بيدك الممدودة تصنع شق السماء هللويا انت الينا نعم يا رب بابا في ارضنا من حوالينا قل كلمتك شعبنا يعرفك كلنا واحد صوت واحد شق السماء وانزل الينا في ارضنا امين يا اخوه. هيدي الترنيمه كتبوها الاخوه بمصر. مين ما بيتذكر مصر قديش عم تعاني من تجارب وضيقات؟ هيدي الترنيمه نبع او مصدر تعزيه لقلوبنا لانه ولدت هيدي الترنيمه من شعب عم بعاني الاضطهاد من اجل كلمه الحياه. رب يبارك كل كنيسه عم تضطهد بهذا العالم، لكن كلمه الله لا تقيد، كلمتنا نخبرها للناس لا تقيد، فضلك تشجع وخبر الناس عن الرب وعن ملكوته له كل المجد. نعظم دمك، سنطق الجبال بقوة اسمك. خلونا نعلن هذا الشيء بحياتنا. أمين. نعظم دمك نهتف بمجدك لا ننحني إلا لك أنت ملكنا دوما منتصرا رأسا وأسدا لن نقبل كاذبا يأتي به عدونا سنطع الجبال بقوة اسمك يتزلل لنا بك أعداؤنا سنطع الجبال بقوة اسمك يتزلل لنا بك أعداؤنا نهتف لك ستنحني لك يوما كل جبال ستعترف بملكك يوما كل شفاه نكرس لإسمك نعلن أنت هو ونضحك بدمك رأس عدونا سنطع الجبال بقوة اسمك تزلل لنا بك أعداؤنا سنطع الجبال بقوة اسمك يتزلل لنا بك أعداؤنا فأقودكم بالفرح والسلام فتهتف الجبال أمامكم وكل شجر حقري يصفق لمالك الملوك وسجى كل شعب الرب يصفق هللويا كل شعب الرب يصفق كل شعب الرب ونرفع اسم الرب وليقول الضعيف بطل أنا وليقول الضعيف بطل أنا وليقول الضعيف بطل أنا الرب قوتي من الأول سوف أقودكم بالفرح والسلام تهتف الجبال
شجري أهلي يوصف لدو لمالك الملوك يوصل الرب يوصف لدو كل شعب الرب يوصف لدو كل شعب الرب يوصف لدو لمالك الملوك هيا لنفرح ولا تهلل نعلن دوما مجد إلهنا لنشهد ولنتشجع ونعرف اسم الرب وليقل الضعيف بطل أنا وليقل الضعيف بطل أنا وليقل الضعيف بطل أنا فالرب قوتي بعد ما خلصنا ترنيم للرب أمين مش هيك بدنا نرنم ترنيم 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 ليسوع أعظم إله هللويا ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله ترنيم 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 مجدك يملا حياة ملكوتك مالا طريق إبليس مسدود ملكوتك ما لحدود وطريق إبليس مسدود بالمجد علينا يسود سلطانك يا ابن الله هللويا يا بابا ترنيم 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 يسوع أعظم إله يملا حياة إبليس مغلوب مغلوب أعلن واضح مكتوب إبليس مغلوب أعلن واضح مكتوب بالدم وبالمصلوب بيسوع رب تتحسن هللويا ترنيم 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 ليسوع أعظم إله ترنيم 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 مجدك يملا حياة إيمان يسوع بيزيد يكتب مليان مواعيد بالوعد بنصره أكيد سلطان الوعد معاه ترنيم 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 يسوع أعظم إله بيملى الحياة إيمان بيعيش بالنور بيشوف إبليس مقتول إيمان بيعيش بالنور بيشوف إبليس مقتول وجناحه كمان مكسور وثبته بحماة ترنيم 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 يسوع أعظم إله ترنيم 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 مجد بيملى الحياة ترنيم 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 يسوع أعظم إله ترنيم 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 مجد بيملى الحياة بهتاف يتهد السور إلهنا يمد السور بهتاف يتهد السور إلهنا يمد السور والشعب صباح منصور